يمكن ملحقش أكمل الحكاية. ليه الكلام ده بس يا عبدالله؟ القدر يمكن ما يسافنيش، بس المحفظة دي فيها اللي مش موجود في أي جواب تاني، فيها اللي كل الناس بتدور عليه. اشمعنى عايز تديها لي دلوقتي؟ لأن الوقت حال، وده ورثك من جدك. طب هو ايه حكاية ان جدي السلطان حامد دي؟ فاكر يا حامد لما حكيت لي حكاية جدك السلطان لما زرع صباعه في الأرض؟ أيوة فاكر. وفاكر كمان لما اتعشيت عندكم في البلد أول ليلة وأنت تعبت وكنا في نص الحر، وعرفت إنك بتحس بتعب جامد كل سنة في نفس الميعاد؟ فاكر برضو. انت بتحس بالتعب كل نص محرم عشان جدك قتلوه في الليلة دي اللي كان فيها القمر قد كده، وده اللي بيحصل لكل أحفاد السلطان سواء أحفاده بالنسب أو بالكرامة. وأنا كمان بقيت أحس بكده في نص محرم يا مولانا. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.